الغرض من هذه الندوه هي متعلقه يعني بشقين، الشق الاول مرتبط بالترافع، يعني نخرجوا بتوصيات من اجل الترافع في الاتجاه الصحيح في تنزيل المقتضيات ديال الخطه المتعلقه بالاعلام، يعني في المحور الخاص بحريه الراي والتعبير، على ان الخطه جاوت مجموعه من المقتضيات كنعتقدوا على ان التنزيل ديالها غادي نترافعوا، كنعتبروها مقتضيات ايجابيه غادي نترافعوا من اجل التنزيل السليم والصحيح لهذ المقتضيات، هذه من التوصيات اللي غادي نخرجوا بها. كذلك المتعلقه هذه الندوه ديال الشق الثاني المتعلق بدور الاعلام في عمليه ديال التنشيط او عمليه تنشيط الفضاء العمومي ومنح المواطنين المعلومه الصحيحه فيما يتعلق بالتعريف بالخطه اولا وبالمضامين ديالها والترافع اعلاميا من اجل تنزيلها. بعد ارساء المجلس الوطني للصحافه والذي كان احد التزامات تنزيل ايضا احكام الدستور الجديد باعتبار ان الدستور نص على ان الدوله تشجع على التنظيم الذاتي بكيفيه ديمقراطيه ومستقله. اليوم هنالك عمل في اطار احترام الاستقلاليه ديال المهنه على اعتماد ميثاق لاخلاقيه المهنه. ثالثا هنالك ما يتعلق بالحمايه ديال الصحفيين من الاعتداء. اليوم اولا قانون الصحافه والنشر نص على الالتزام ديال الدوله بذلك وعلى ان تكون هنالك اليات عمليه. اليوم صدر القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان واحدى المهام المكوله له هو ما يتعلق بالحمايه من الاعتداء ومواجهه كافه اشكال التعذيب او المعامله المسيئه. الثوره التكنولوجيه المعلومات اتاحت امكانات هائله في الولوج للمعلومه، في تداولها، في التفاعل معها، في بثها ونشرها. وهذا يقتضي تعزيز ثقافه اولا الحريه، لان اي تطور ديمقراطي هو يبنى على الحريه. ايضا المسؤوليه بالنظر الى ضروره التدقيق في الخبر، التثبت منه، والعمل على يعني ما تتم التعرف عليه عالميا، احترام المقتضيات التي تؤطر اخلاقيه المهنه. واعتقد ان المهنيين فاعل اساسي. حيث قال جلاله الملك: وعندما نقول حريه فانه لا سبيل لنهوض وتطور صحافه جيده دون ممارسه لحريه التعبير، كما ان التاكيد على ملازمه المسؤوليه للحريه مرده الى اعتبار انه لا يمكن للاعلام ان يكتسب المصداقيه الضروريه وان يذهب بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجليلة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.